السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، وأسعد الله أوقاتكم. عاجل هجوم يستهدف رقادة أوروبية في البحر الأحمر، وإلى التفاصيل. أعلن الاتحاد الأوروبي تعرض إحدى سفنه الحربية إلى هجوم لقوات صنعاء في البحر الأحمر. وقالت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أسبيدس إن هجوما صاروخيا انطلق من مناطق قوات صنعاء استهدف الفرقاطة الألمانية هيسين، مضيفة أن الهجوم مثل تهديدا مباشرا للفرقاطة والسفن التابعة لمهمة الأوروبية في البحر الأحمر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.